تعالوا اليوم راجع حلك يا مس معاي، نحل بالبداية اللي هي الورك شيت للسيمبل باست اللي هو الماضي البسيط. نراجع بشكل سريع القاعدة. حكينا القاعدة مكونة من subject verb to object، فاعل وفعل بالتصريف الثاني ومفعول به. حكينا شكل الفعل، إما regular verb فعل منتظم بزيادة الED أو irregular verb اللي هو بنحط الفعل بالباست فعل غير منتظم. حكينا بالنسبة للنفي النيجاتيف بننفي الجملة باستخدام didn't بنحطها بعد السبجكت، والسؤال بنبدأ بديد وبعدين السبجكت. وحكينا انه الفعل بيجي مع النفي والسؤال verb one يعني فعل مجرد من اي اضافة. Question A complete with was or were, wasn't أو weren't. بدنا نكمل باستخدام was أو were. was حكينا استخدامها الـ verb to be was مع المفرد الماضي، were مع الجمع، wasn't مع نفي المفرد، weren't مع النفي الجمع. نيجي لـ A. The weather fine last week. وفي عندي سؤال. طيب هون بالسؤال حكالي بدي استخدم الverb to be was أو were، ماشي؟ طيب عندي سؤال، معناتها رح اطلع عمين رح يحدد لي was أو were اللي هو subject. The weather subject هون مفرد ولا جمع؟ مفرد، weather طقس، بما انه مفرد اذا رح نستخدم was. اذا A was وبنعمل W capital letter. B he فراغ at home yesterday evening في المنزل بالأمس. he went to cinema يعني ايش بالبيت، وكان ذاهب للسينما. اذا هل هو كان موجود في البيت في الأمس مساء؟ ما كانش موجود. وين كان؟ كان موجود بالسينما. اذا من خلال فهمي للجملة عرفنا انه الجملة لازم تكون جملة نفي، جملة نفي يعني اما wasn't واما weren't اللي بيحدد لي السبجكت. وين السبجكت؟ هي، والهي مفرد، والمفرد بايش بننفي؟ ب wasn't. اذا هي wasn't طبعا small letter لانها في وسط الكلام. سي فراغ يو ان انجلند لاست يير، وعندي كويستشن سؤال، بما انه سؤال يعني واز او وير. طيب بروح بطلع على السبجكت، السبجكت يو انت، شو رح ياخذ واز او وير؟ اليو بتاخذ، اليو بتاخذ وير. اذا وير يو والدبليو كابيتال لتر بدايه سؤال، وير يو ان انجلند لاست يير كويستشن مارك. دي they فراغ in France last summer بفرنسا الصيفية الماضية. they visited Italy وين زاروا؟ زاروا إيطاليا. إذا هل هم كانوا بفرنسا الصيفية الماضية؟ لا. وين كانوا؟ حكولنا they visited Italy، بما إنه لا معناتها بنعرف إنه الجملة رح تكون هون جملة نفي. طيب جملة نفي مين بيحدد لي wasn't أو weren't؟ السبجكت، السبجكت هون they with they جمع، إذا رح تكون نفيها ب weren't. they weren't in France last summer they visited Italy. فهمنا يا مس؟ طيب ننتقل للصفحة الثانية من الworksheet اللي هو السؤال بيحكي لي write the simple past of the verb in brackets. بدي اكتب ماضي الفعل اللي بين قوسين. حكيت لكم تحاسب على كتابة الماضي بالحرف لانه حرف واحد بغير تصريف الفعل. نيجي لنمبر 1. she فراغ go to natural history museum. طيب عندي الفعل go، طالما انه حكالي simple past يعني ماضي، شو الماضي من الفعل go؟ go ماضيها الverb to منها went، w e n t went. I study math yesterday. طيب عندي الفعل study، study regular verb
فعل منتظم ماضي استدد، وحكينا انتهى بالواي، طلع على الحرف اللي قبله حرف ساكن، اذا تقلب الواي لاي وبعدين بنحط الاي دي استدد اس تي يو دي اي اي دي. I write a letter to my parents. Write يكتب فعل غير منتظم، الverb to من الفعل write wrote W R O T E. بدك تكون يا مس حافظ كل فعل وكيف كتاب التصريفه. We stop at the railway station. الفعل stop. Stop فعل منتظم بإضافة الاي دي يحول لماضي. إن بطلع على الحرف الأخير بي سبقه حرف او حرف علة. طالما سبقه حرف علة إذا رح نضاعف الحرف الأخير بعدين نحط الاي دي. Stop S T O P P E D. Next. We visit our grandmother last Sunday. الفعل visit. Visit regular verb بإضافة الED يحول للماضي. Visited. طبعا بتطلع الحرف الأخير تي إيدي عليها. سبقه حرف علة. طالما إنه سبق بحرف علة. صحيح هنا انه سبقه حرف علة يمس، ولكن بس بنضيف له اي دي لانه الفعل visit باللغة الانجليزية ما رح اضاعف حرف التي، اذا بس باضافة اي دي فقط. واضح؟ طيب نيجي ل next sentence. Grandfather tell us a story. طيب tell الفعل tell يخبر، فعل غير منتظم irregular، هذا الفعل المنتظم ماضي told T O L D told. He fall from the tree. He fall from the tree. Fall يعني سقط. طيب سقط فعل الفول فعل غير منتظم irregular ماضي منه fell fall fell fallen. اذا الverb to من الفعل fall fell f e l l. The last sentence. She gave him a present. She gave him a present. عندي هون الفعل give فعل منتظم بتحول للverb to بgived فعل منتظم give فعل غير منتظم irregular verb. Give فعل غير منتظم irregular الماضي من give gave g a v e. طيب الآن ننتقل لـ exercise D. Make these sentences negative. لما بحكي لك make these sentences negative، negative يعني نفي، معناتها بدي إياك تنفي هاي الجمل. نرجع نتذكر جملة النفي مع أفعال الدو لازم يكون الفعل ماله فعل مجرد didn't وراها الverb one. ننتقل A. She drank a glass of milk. Subject she الفعل drank بالverb to جملة في الماضي. الآن بدنا ننفيها، طالما إنها الجملة في الماضي بدنا ننفيها. شو نفي الماضي بستخدم didn't. Didn't وراها فعل مجرد. طيب السبجكت بنزل زي ما هو she. الفعل drank ماضي لمين؟ الماضي الفعل drink يشرب. drank إذا drink الverb one منها. وبكمل الجملة زي ما هي. عفوا وين شو نسينا؟ نسينا النيجاتيف نفي. طيب متى بحط أداة النفي؟ بعد السبجكت. She didn't drink a glass of milk. واضح يا مس؟ فهمنا كيف حليناها؟ طيب نيجي ل B. We arrived late to school. وصلوا متأخرين للمدرسة.
السبجكت وي بنزله زي ما هو، بدي انفي اذا وراها بدنا نحط didn't. الان برجع الجمله على الفعل، الفعل arrived شو الفيرب 1 منه؟ الفيرب 1 من arrived arrive فعل مجرد، وبكمل الجمله زي ما هي late to school. See, my father went to London. ذهب والدي للندن. طيب بدي أحكي إنه هو ما راح. My father بينزل السبجكت زي ما هو. My father didn't. الفعل، الفعل went. برجع لأصله. شو أصل ال went؟ اللي هي go to London. سي عفوا دي I ran to school ركضت للمدرسة. السبجكت I بنزل زي ما هو، بنحط وراها أداة النفي didn't. بدي أطلع على الفعل، الفعل ران اللي هي ماضي للفعل run R-U-N ركض ران يركض ران وران ركض وانتهى. بنزل to school الكومبلمنت زي ما هو. فهمنا يا مس؟ طبعا اثناء التحويل بننتبه انه يبقى السبجكت كابيتال لتر وتنتهي الجمله بالفول ستوب. لهون مفهوم. الان ننتقل ل اكسرسايز دي، ذا لاست اكسرسايز. ماتش ذا فيرب وذ اتس باست، بدي اوصل الفعل مع ماضي. عندي الفعل باي ولاف وبوت تراي ثرو سيل بريك ثرو لافت بروك ترايد سيل. مجموعة الأفعال هاي في عنا أفعال بالبريزنت وأفعال بالباست، بدي أوصل كل فعل مع ماضي. نيجي للفعل باي. باي شو ماضيها؟ باي فيرب 1 ماضيها بوت فعل غير منتظم. وين البوت؟ وين الفيرب 2 منها؟ هيها الفيرب 2 منها. إذا بوصل البابلز تاع باي الفعل باي مع بوت. ماضي باي بوت فعل غير منتظم. طيب نيجي للفعل لاف. لاف يضحك، شو الفيرب تو منها؟ فعل منتظم لاف ضحك وخلص. اذا وينها؟ هيها بدنا نوصل الفعل مع الفيرب تو منه. الفعل تراي، تراي يحاول. طيب حاول وخلص ماضي، وين الماضي؟ فيرب تو من الفعل تراي. تراي بالاول ريجولار فيرب فعل منتظم باضافه الاي دي يحول للماضي وانتهى بالواي سبق بكونسوننت، اذا تقلب لاي وبعدين بنضيف الاي دي والهي الفيرب تو منها. نيجي هون للفعل سيل. سيل يبحر، سيلد أبحر وانتهى، فعل منتظم ماضي سيل سيلد. هيها بدنا نوصل إذن الفعل بالماضي. الفعل ثرو اللي هو يرمي. الفعل ثرو اللي هو يرمي ماضيها ثرو رمى وخلص، اللي هي رح نوصلها irregular verb فعل غير منتظم. نيجي لآخر فعل اللي هو break. break كسرة ماضيها broke irregular verbs فعل غير منتظم break broke broken. واضح؟ بهيك بنكون أنهينا حل ورقة عمل اللي بتخص السيمبل باست. بهيك يا مس بنكون أنهينا حل اللي هي قاعدة السيمبل باست.
ننتقل الآن للوركشيت الثانية اللي كانت معاكم عن السيمبل بريزنت اللي هو المضارع البسيط. سيمبل بريزنت حكينا المضارع البسيط لما بيكون عندي سبجكت فيرب اوبجكت، اللي عندنا الفيرب بيعتمد على السبجكت إذا كان الفاعل مفرد شو بنشتغل، إذا كان الفاعل جمع شو بنشتغل. حكينا إذا كان الفاعل مفرد بضيف للفعل أس أو إي أس، وإذا كان الفاعل جمع يبقى الفعل مجرد من أي إضافة. واضح؟ طيب rewrite the sentences using the words in brackets. بدنا نكتب الكلمة إعادة كتابة للجملة باستخدام الأفعال اللي بين قوسين. الآن number one, Kid does karate and judo. وعندي الadverb sometimes. حكينا وين بيجي موقع الadverb of frequency؟ لما شرحنا موقع الادفيرب اوف فريكوينسي بيجي قبل الفعل، قبل الفعل موقعها موقع الادفيرب اوف فريكوينسي بيفور ذا فيرب. يعني بتطلع الفعل وين الفعل في الجمله، هي داز، اذا راح تكون موقعها sometimes قبل الفعل بتصير كيد داز، عفوا كيد sometimes does karate and judo، يعني في بعض الأحيان يقوم بلعبة الكاراتي والجدو. إذن number one رح يكون موقع sometimes هون. طبعا أنت بتكون كاتب الجملة كاملة يا مس، ماشي؟ نيجي لتو، فريدي بلايز باسكتبول ات سكول، وعندي الادفيرب اوف فريكوينسي يوجوالي، يوجوالي يعني عادة، بروح بطلع على الفيرب، وين الفيرب في الجملة؟ هيو بلايز، إذا رح نسبقها هون بالادفيرب اوف فريكوينسي يوجوالي، رح تصير الجملة فريدي يوجوالي بلايز باسكتبول ات سكول. نيجي لنمبر 3، The students correct the mistakes often. عند often يعني غالبا، بروح بطلع على الفعل، الفعل هي correct يصلح، إذا موقعها رح يكون هون often. Robert catches the bus very often، والفعل catches ألحق أو يمسك، إذا رح يكون موقعها very often. Robert very often catches the bus. هيك بيكون انهينا exercise A. نيجي ننتقل الآن ل exercise B. Write the sentences negative or interrogative. يعني اعمل لي الجملة نفي أو السؤال حسب شو أنا طالب منك بين قوسين بعد الجملة. هون نيجي لنمبر 1. علي cycles to work every day. وشو حاط لك؟ حاط لك بين قوسين question mark. إذا بدك تعمل لي سؤال، بدك شو تعمل؟ سؤال. طيب بدنا نعمل سؤال، معناتها رح نستخدم ايش مع المضارع البسيط بالسؤال؟ do او does. do مع الجمع و does مع المفرد. بروح بطلع هاي السبجكت علي، علي مفرد، اذا رح اسأل does وبنزل علي السبجكت، طبعا كابيتال لتر لانه اسم شخص. بروح للفعل، الفعل مع السؤال والنفي شو لازم يكون؟ فعل مجرد. عندي سايكلز برجعها لاصلها سايكل، دز علي سايكل، وبكمل الجمله الكومبلمنت تو ورك افري داي، وبنحط علامه السؤال. واضح؟ طيب نيجي لتو، the shop closes at 7 o'clock. وحط لك minus يعني negative، يعني انفي الجملة. طيب بدي انفي، معناتها باستخدام doesn't او don't. doesn't مع المفرد و don't مع الجمع، وراها فعل مجرد. the shop هي السبجكت، بينزل زي ما هو the shop. طيب الشوب مفرد ولا جمع؟ مفرد. شو النفي إذن؟ رح يكون doesn't. طيب doesn't وراها الفعل إيش لازم؟ مجرد. closes شو أصلها؟ close at، وبنزل compliment at 7 o'clock، وبنحط full stop.
3. أحمد eats vegetable. عندي question mark معناتها سؤال. السبجكت أحمد مفرد، إذا رح أبدأ السؤال بdoes. ينزل أحمد السبجكت، والفعل لازم أجرده eat، مجردها الverb one منها eat، وبكتب الcomplement vegetables وبنحط question mark لأنه سؤال. 4. Tom makes his bed. عندي نيجاتيف يعني نفي، بدي أنفي الجملة، بطلع الفاعل مفرد، نفي المفرد باستخدام doesn't، والفعل مجرد makes، الverb one منها make، وبكمل his bed، وآخر إشي full stop. My sister plays the drums. عندي question mark إذا السؤال، my sister مفرد، إذا السؤال المفرد does، my عفوا small letter، لو إنه معطيني اسم الأخت بتكون capital letter. My sister، لو كانت مثلا عليا plays، إذا عليا لازم تكون capital letter. My sister play the drums، وبنحط question mark. The clock strikes 10. عندي إيش هون؟ عندي minus يعني negative، بدي أنفي يعني استخدام doesn't أو don't. The clock مفرد، إذا the clock doesn't، وبنزل الفعل مجرد strike 10، وبنحط full stop. نيجي لسؤال سي بشكل سريع. choose the correct option، نختار الإجابة الصحيحة. Tim do ولا doing ولا does his homework at home، بطلع الفاعل، الفاعل مفرد، إذا يضاف للفعل s أو es، إذا الإجابة سي. 2. بيان like eating fish and chips. بيان مفرد، مفرد معناتها do ولا doesn't ولا doing، أكيد مش ing لأنه مضارع بسيط، وأكيد مش فعل مجرد، معناتها أنسب واحدة اللي هي بما إنها جملة نفي ننفيها بdoesn't. غنى and you، غنى and you معناتها اثنين جمع. My best friend، الجمع بياخد is ولا are ولا isn't، الجمع بياخد are. Today is فراغ Monday. Today today it، it بدها are ولا is؟ ال it بتحتاج ل is لأنه ال it بتاخد is، المفرد بياخد is. Paul swim ولا swims in the sea؟ الشخص واحد معناتها مفرد، إذا الفعل s أو es، إذا الإجابة swims. The doctor my teeth، the doctor مفرد، إذا check ولا checks؟ بمفرد بيحتاج إضافة s. you many many letters، you write or writes؟ you جمع بدها فعل مجرد، إذا write. I فراغ spiders، hate ولا hating ولا hates؟ I hate وراها بيجي فعل مجرد. آخر سؤال. write sentences using the verb in the box، اللي نستخدم الفعل بين قوسين الصندوق عندنا. forget ينسى، tell يخبر، go ذهب، meet يذهب، meet يقابل، wear يرتدي، be when. طيب be عندنا بالمضارع is أو am أو are، بما إني بحكي عن مضارع. شي بطلع مباشر على الفاعل، شي مفرد، شي تو عمان on Mondays. طيب العمان يوم الاثنين، شو رح نعمل بعمان؟ forget ننسى ولا تل يخبر ولا go ولا meet ولا where؟ أكيد go يذهب. طيب عندي الفاعل مفرد والفعل انتهى بالO، إذا goes بنضيف له ES. Number two، أسمى her friends at the cinema، أسمى صديقتها بالسينما، إذا أكيد قابلتها، شو الفعل يقابل؟ meet، وأسمى مفرد، الفعل ما انتهاش بأحد الحرف الستة، إذا فقط يضاف له أس. The businessman، من يعني جمع رجال الأعمال، his best suit يعني يرتدوا البدلة، أفضل بدلة، يرتدي معناها wear، بما إنه جمع إذا يبقى الفعل مجرد. أيمن always me the truth، أيمن دائما يخبرني الحقيقة، يخبر اللي هي الفعل tell، أيمن مفرد إذا يضاف له أس لأنه ما انتهاش بالحروف الستة. he never anything،
ابدا اي شيء. شو ابدا اي شيء؟ اكيد ابدا لا ينسى اي شيء، forget، والفاعل مفرد اذا يضاف له اس، forgets. ليش حطينا اس مش اي اس؟ لانه ما انتهاش باحد الحروف السته. ايس كريم ديليشس، ايس كريم لذيذه، اذا بدي فيرب تو بي از او ام او ار، ايس كريم مفرد اذا راح نحط از از. They the race، ربحوا السباق، يربح اللي هو الفعل ون والذي جمع، إذا يبقى الفعل مجرد. وبهيك بنكون أنهينا حل الوركشيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.